بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي متابعي قناة مينا صوت للبرمجة في درس جديد من سلسلة دروس الدلفي. اليوم سنرى درس مهم جدا بالنسبة للمبرمجين في الإديتور الخاص بالدلفي. إذا نفتح الدلفي New Application VCR، ثم نقوم بتوصيل النافذة. أولا نقوم بوضع مكون معين، مثلا نضع بطن هنا. إذا درس اليوم هو حول Code Completion أو Auto Generate بالنسبة للكود، يعني Auto Complete. ما معنى الأوتو كومبليت؟ مثلا نضغط على هذا الزر. إذا لكي نتحصل على اقتراحات بالنسبة للكود، فالبوتنز المهمة التي نضغط عليها في الكيبورد هي كنترول سبيس. نضغط على كنترول ثم على سبيس، تظهر لنا هذه النافذة الخاصة بالاقتراحات. هذه الاقتراحات تكون عبارة عن parameters، عبارة عن variables، عبارة عن procedures، عبارة عن properties، عبارة عن العديد من الأكواد. procedures خاصة بالمكون من event و properties. لدينا function، function predefined يعني function جاهزة نستعملها خاصة بهذا المكون، العديد والعديد منها. هذا ما يعرف بالأوتو كومبليت. إذن عندما نريد لهذا البوتون أن نعطيه خاصية، نضغط على كنترول و سبيس، تظهر لنا هذه النافذة. الشيء الذي نريد البحث عنه فقط نضغط على الحرف الأول الخاص به. إذن ف يرتب لنا الدلفي أو الإديتر الخاص باليونت أشياء متعلقة بالحرف B، يعني button 1 button click بديمود. لاحظوا جميع البروبريتيز والبروسيجرز الخاصة بهذا البطن. لاحظوا هنا عندما كتبنا BET فأصبح يرتب لنا كل هذه الكلمات التي نحتاجها في البرمجة أو في كتابة كود البرمجة. ثم مثلا نضغط على دوت، عندما نضغط على دوت يعطيني ما بعد البوتن، يعني البروبريتيز والفانكشنز والبروسيدرز الخاصة بالبوتن، وخاصة البروبريتيز، ويعطيها لنا مرتبة أبجديا يعني بالحروف اللاتينية A. لاحظوا A Action Align Anchors، ثم BD Mode Cancel Caption Command Link و D. نحن دخلنا في D الـ E الـ F الـ Out Image كل الـ Properties لاحظوا والـ Function والـ Procedures الخاصة بهذا المكون. إذن الخاصية المهمة هي قلنا Control Space. ثم لدينا خاصية أخرى وهي كتابة الأكواد الجاهزة. لدينا من القائمة العلوية Var، لدينا Attribute، لدينا Template. إذن ما معنى Template؟ إذن Template هي عبارة عن أكواد جاهزة أو سينتاكس جاهزة نستعملها لكي لا نبحث عنها وعن هذه الأشكال التي نستعملها. مثلا نستعمل الكومنتير بار ستار مثلا هذا. إذا لاحظوا يعطينا الكود جاهز ونقوم نحن بكتابة الكومنت هنا. لدينا الكومنت مثلا الثاني وهو الكومنت بدون parent star، بدون parent star
كومنتير أكولاد فقط، الأكولاد فقط يعني الحاضنتين. ثم لدينا مثلا الديكلاريشن لجدول أو مصفوفة أو تيبل الري، نلاحظ أعطينا مباشرة الري مثلا هنا، نضغط على var ونأتي بالري هنا، نضعه في هذا المكان الخاص بالتصريح. مثلا وهنا نعطيه الباراميتر الخاصة به. ثم لدينا مثلا declaration تابلو variable، هنا constant وهنا variable، نلاحظ tm array of integer. لدينا block begin و end، block begin و end جاهز. لدينا التعليمة case كذلك، جملة شرطية case جاهزة، لاحظوا case true of والبلوك الخاص بها. لدينا الالز والبيجن والاند هنا، لاحظوا الز بيجن واند. ثم لدينا مثلا الفور، لاحظوا الحلقة التكرارية فور. ثم لدينا الحلقة التكرارية عن طريق البيجن والاند. ثم لدينا الحلقة التكرارية عن طريق for my element in my list do، هنا لدينا low والhigh، وهنا الحلقة التكرارية بالin يعني عن طريق الin. ثم لدينا for vocal for inverse مثلا هنا، يعني بوكل فور انفيرس يعني العكس، ليس اللو والهايت، نبدا بالهايت و ليست كاونت وناتي بالداون تو. ثم لدينا ديكلاريشن اوف فانكشن، فانكشن جاهز لاحظوا، نغير الاسم فقط. ثم لدينا بلوك اف مثلا، ثم بلوك اف عن طريق بيجن والان. لدينا العديد منها، لدينا مثلا parameters، لدينا البروسيدر، لاحظوا هنا بروسيدر declaration خاصة بالبروسيدر. ثم لدينا مثلا repeat، then repeat until true. لدينا try، لدينا try try لاحظوا try، ولدينا try except، ولدينا try finally. إذن لدينا declaration variable كذلك var declaration variable. ثم لدينا الwhile، while الحلقة التكرارية while، أو الحلقة التكرارية while عن طريق البيجن والآن. إذن كل هذه التمبليت يمكنكم إيجادها هنا واستعمالها داخل الدلفي كما هو مبين أمامكم، يمكنكم اختيارها من هنا أو الحصول عليها من voir tous les fenêtres template. لدينا مثلا أردنا أن نقوم بعمل declaration أو تصريح بمتغير، مثلا هنا لدينا هذا المتغير مثلا نيم. إذا المتغير نيم لما نضعه هنا نريد أن نقوم بعملية تصريح به، إذا هناك خاصية أخرى هي refactoring. إذا نقوم ب select لي هذا المكون، أو نقوم ب select لي هذا المتغير،
اضغط بزر فأرى الأيمن ثم ريفاكتورينج، يقوم بعملية رينيم للفاريبل أو ديكلاراسيون للفاريبل، يعني تصريح بالمتغير أو تصريح بحقل أو إكسترير أون ميثود. المهم نريد هنا أن نقوم بالتصريح بمتغير، أظهر لنا هذه النافذة. إذا في هذه النافذة اسم المتغير نفسه يمكننا تغييره، ثم التايب الخاص بهذا المتغير، إما string إما pointer byte variant integer. نجرب نحن integer، وهو عبارة عن value أو عبارة عن جدول أو مصفوفة إذا قمنا بعمل array ونعطيه الديمنشن الخاصة به، أو نعطيه مثلا initial value يعني valor يعني قيمة ابتدائية، أعطيه مثلا قيمة ابتدائية 0. إذا ونقول له أوكي. إذا قام بالتصريح بالمتغير في مكانه ضمن البروسيدور الخاصة بالبطن، قام بالتصريح بالمتغير وقام بإعطائه القيمة الابتدائية التي هي نيم فاليو 0. إذا هذا عن الريفاكتورينج. إذا كان هذا درس حول الأوتو كومبليت في الدلفي والتومبليت والريفاكتورينج المستعملة في كتابة الأكواد ضمن الإيديو الخاص بمحرر الأكواد دلفي. تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.